في حياتك محطات؟ اكيد في حياتك محطات مهمه انت حاسس انها فرقت معاك كلاعب وكمدرب. بص، طول ما يعني وانا بلعب، يعني انا فاكر موقف كان الله يرحمه ورحمه الله عليه كابتن عادل شرف، الله يرحمه. خلينا بس نعرف الناس بالكابتن عادل شرف. الكابتن عادل شرف هو يمكن احد اعظم لاعبين كره السله اللي جت في مصر، وهو ابن النادي الاهلي. وخلينا اقول لحضراتكم انه كابتن عادل شرف لاعب باسكت في يعني في وقت ما كانش فيه ميديا وما كانش فيه توثيق للمباريات. يمكن مدحت ورده دخل الباسكت حبا في عادل شرف، يعني لو في ماتشات مسجله كان عادل شرف بقى احد اعظم اللاعبين في كره السله وفي اوروبا نفسه، انديه كتيره جدا طبعا كانت عايزه تضمه. كابتن عادل شرف طبعا توفى منذ سنتين ثلاثه بعد طبعا معانا عناء كبير مع المرض. فطبعا يعني انا بس بذكر الناس بكابتن عادل شرف، لان الحقيقه كان رجل كله اخلاق وكله حب للنادي الاهلي رحمه الله عليه. اتفضل يا كابتن. فاحنا كان عندنا كاس مصر اهلي اتحاد، وكنا معسكرين في فندق تبع الجيش. متذكر سنة كام يا كابتن؟ لا مش متذكر بصراحة. من كام لكام تقريبا؟ يعني في الثمانينات في التسعينات. 96 تمام. وجانا كابتن صالح سليم المعسكر فعلا. وكان الله يرحمه قعد معانا في الاوتيل. بصراحة كانت حاجة يعني مشرفة جدا لينا، ادانا دفعة معنوية كبيرة جدا. اتكلم معاكم في ايه كابتن صالح سليم يا كابتن ياسر؟ والله النادي الاهلي هو بصراحة كلمني، مش محتاجين كاسات، النادي الأهلي نادي عريق جدا، المهم إن احنا ندي للناس صورة أو انطباع كويس إن احنا فرقة كويسة، نأدي كويس، المهم نأدي كويس. المكسب والخسارة، الرياضة فيها مكسب وخسارة. بصراحة ادانا دفعة معنوية كبيرة، خليت تاني يوم ان احنا اخذنا كاس مصر، يعني كانت حاجه جميله جدا. كان حاضر المباراه ولا افتى مشرفه؟ كان حاضر المباراه كابتن صالح؟ اعتقد لا ما حضرش، بس هو جالكوا اعزاز من الفرقه. انت عارف ان كابتن صالح عشان يظهر بس كده في معسكر الفرقه. انا شفت كابتن صالح 4 مرات بس. انا من 84 85 في النادي، ليا الشرف ان انا هفضل ليا الشرف ان انا موجود جوه النادي الاهلي. هفضل ليا الشرف ان في اعضاء مجلس اداره ناس محترمين جدا، قريبين جدا من الفرق، وبيحاولوا يأزروا الفرق الدرجه الاولى والناشئين، موجودين جنبنا بصراحه. دي حاجه انا ما اقدرش، حتى الشكر قليل عليه ان انا اوصله. يعني عايز اقول لك انه انا على المستوى الشخصي هو اللي حببني في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، عظيم صالح سليم. وذكرى الطيبه حتى كابتن محمود احمد علي الله يرحمه اللي هو رئيس الاتحاد، كان صديق خلينا اضيف حاجه بس واقطع كلام حضرتك. انا عاوز اشكر كل المدربين اتمرنت معاهم، كابتن طلعت يعني هو مش موجود الله يرحمه برضه، كابتن طلعت جنيدي، كابتن طلعت جنيدي، كابتن اشرف توفيق، كابتن عادل شرف. انا حضرت مع كابتن اشرف توفيق 13 سنه، كابتن نبيل بخيت، كابتن طاهر رجب، قديم لهم بالشكر على ان انا موجود النهارده مع الكابتن هيثم. اكيد وانا مدرب بشكركم، انا مش لاقي كلمه يعني توفي حقكم عليا. يعني كابتن طبعا هو ده، يعني انا حاسس قد ايه مشاعر حضرتك وقد ايه ده مش غريب على النادي الاهلي يا كابتن والله، وده يعني ده دايما اللي بنشوفه. بس خلينا نرجع برضو لايه، لمشوار البطوله.